سافر بالدمع كفي دينك يوما راح نوفي كفر بالدمع كفي دينك يوما راح نوفي خالد راجع لك عريس عجن بفرحة زفي خالد راجع لك عريس عجن بفرحة زفي سلم على الشهداء اللي راحوا الثورة طير وانتو جناح سلم على الشهداء اللي راحوا الثورة طير وانتو جناح وباب الحرية المقفول انتو يا خالد مفتاحو انتو يا خالد مفتاحو تعليم في فرنبل ودرس معظم أبنائها ومن هنا ستنطلق رحلة تعليم من نوع آخر رحلة تعليم أدب الثورات قائد عيسى من مدينة فرنبل عجبين كفرنبل خطينا خالد واسمك خالد فينا عجبين كفرنبل خطينا خالد واسمك خالد فينا كفيت يا غالي ووفيت فضلك عالثورة وعلينا كفيت يا غالي ووفيت فضلك عالثورة وعلينا فراد خالد والثوار والشعب القابض عالنار طراد وخالد والثوار والشعب القابض عالنار نعاهدكن على آخر روح مع هاد نكفي المشوار مع هاد نكفي المشوار أحسن كل عمل غير أنه كملة وش قد ما لقيت حولك انه تغير فيك يعني عم تجي بشكل شخصي للأسوأ لا كملي حتى لو لقيت مشاكل حتى لو لقيت شيء وبنفس الوقت اذا انا صوبني شيء انه ما تزعل لا انه ضل مكملي ما له علاقة خايف في شغلة او شغل امي فيه او شغل فلان هي بلشت لهدف لازم تكملي انه ضل فخور في شغلة اللي راح الثورة طير وانتو جناح سلم على الشهداء اللي راحوا الثورة طير وانتو جناحوا وباب الحرية المقفول انتو يا خالد مفتاحوا لم يعجزهم ان يجدوا سبيلا اخر قائد عيسى من مدينة فرنبل محافظة ادلب